الداخل شقا وتسألني وحدك ليه نقول على شل حال أحلى إلا قلبي كان يفكر بتقول بموت داخل شقة وتسألني وحدك ليه نقول على شل حال أحلى Thank you.
بقهرنا شتموا علينا هي العولة بنت لذينة قلت منهم كل اللي راح كان دهان مش نبالي نعاد المانا كفتنا دايما على سقفة الحلوين يلا بينا Thank you.
كده في الحكومة أشرف باشا جلال اللي بنقول له مش مهم اللي انت جبن، مش مهم اللي انت شيك، المهم اللي انت معالي المستشار شعبان وتشرب من بشرات مصر اشرب بيه، هو ده اللي عجبني فيه. وعارف انت بتغني قدام، اقسم بالله انا كنت قاعد جنب هنا، هو محظوظ وشبرا المحترم، شبرا شبرا الغنى بلدنا، الانيوبيه بلدنا. بصب على كل راجل يا عم اوعى تكون زعلان، وحياة النبي لا تروي عشان الحكومة ما تتمليش من هنا. الروح الروح من الأول عشان خاطر روح.